صاحب تفوق لكمي وعضلي وطول، ولكن اللاعب شيفا كان استثنائيا منذ بداية الجولة الأولى ومنذ بداية لعبي في هذه البطولة، وقد يكون فعلها في بطولات أكثر. الطاجيكي عثمانوف سيعمل لك ألف حساب في المستقبل يا ثابة، ستدرب جيدا بكيفية الرد والثأر، استعد لذلك اليوم. بالتأكيد يعني نزال مستحق للملاكم الهندي، وإحنا نوهنا في من خلال مجرى النزال أنه هنالك مزاحمة على التصنيف، يعني وممكن أنه يسرق يعني النهائي من الملاكم الطاجكستاني، وحقيقة هذا السيناريو حدث يعني لذكاء الملاكم الهندي وإصراره ومهارته في يعني نيل هذا النزال من خلال